عايز ايه يا عم حلواني؟ عايز ايه؟ هكون ايه؟ عايز شقه على البحر؟ عايز واحد شاي كده محترم وهاتولي بسرعه. مفيش شاي. مفيش ايه؟ مفيش شاي. اطلع عندي هات معلقه شاي من عندي فوق وانزل اعملها هنا. مفيش سكر. اطلع عندي وهات معلقه سكر واعملها هنا، ليا مزاج بقى اشرب كوبايه شاي هنا. مفيش ميه مغليه. اطلع فوق هات الشاي والسكر والميه من فوق واغليها هنا. انت مال اهلك النهارده؟ وانا يعني مجانا وانا هدفع؟ ما هو بصراحة يا عم حلواني ما ينفعش كده، ولا انت بتحاسب ولا عيالك بتحاسب ولا اللي بشيل في الاخر. يا ابني الفلوس جاية والله، انا ليا فلوس في السوق قد كده، بس كل يقول لك بالقسط، اما نأجل بالقسط. يا عم حلواني انت هتحاسب مين ولا مين؟ بقول لك ايه، في واحد سأل عليك النهاردة تقريبا عايز منك فلوس هو كمان. اهو اهو وصل اهو. قول استاذ حلواني جه ولا لسه؟ هو ده استاذ حلواني ما بيحاسبش. لا لسه ما جاش، لسه الحلواني ما جاش. طب حضرتك ما تعرفش عنوان بيته؟ ولا عزل، كان هنا وعزل بقى، يلا عليه العوض، اذا كان ليك حاجه عنده انسى. مش عارف اعمل ايه في حكايه الورث بتاعه دي. ورث؟ الاستاذ حلواني ورث عن عمه الله يرحمه. اقعد اتفضل اتفضل اتفضل. الشاي يا عم حلواني، اتفضل الشاي اهو. حياه امك. عسل مش شكرين قوي، اتكل على الله. مبروك عم حلواني. مبروك يا حلواني يا ليك. بقول ايه، احنا نطلع عندي في البيت نشرب الشاي برواقه، لان المساله هتبتدي تسيح هنا. اتفضل معايا. اتفضل حضرتك. اتفضل، اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. احنا هيطلع لنا كام في الحكايه دي؟ والله مش عارف، احنا ان شاء الله بكره نتقابل ونروح نفتح الوصيه ونوزع التركه. البركه دي فين؟ بركتي حضرتك؟ لا بقول حضرتك تركه تركه، اي ما يتركه العميل للموكل اللي احنا شغالين عنده. كلنا نعلم هذا، انا لم اكن ادري انه كان نايم على هذا اللط الكبير من الفلوس. ده رزق ربنا بعته لكم. الحمد لله الحمد لله. المهم حضرتك تجهز بكره انت والاسره عشان اعدي عليكم ونروح نفتح الوصيه. بكره ايه؟ اعدي على حضرتك وتكون جاهز انت والاسره. اسره ايه؟ مالها الاسره؟ هو مين اللي هيورث، الاسره ولا انا؟ ايه ده؟ انت ايه يابا، انت هتبيعنا؟ اقسم بالله العلي العظيم احرقه. لا طب يا ابن الزلمه، واهدى الله اذبحه جنبك. انا موافق انا موافق، بس الراجل ما غلطش يعني، الراجل بينفذ القانون. ما عندكش اي فكره التركه فيها ايه؟ لا حضرتك احنا ما وجدناش جنبها ولا فتحناها ولا نعرف عنها اي حاجه. طيب احنا لما نفتح الوصيه هنلاقي ايه في وشنا؟ هو انا هفتح باب شقه؟ ده وصية ظرف فيه ورق بس. أيمن أنت تستنى أخواتك لما ينزلوا من عند خالتهم، وأنا هريح شوية عشان أقوم فايق وأعد الفلوس، هيكون في مياية كده ولا مياية كده. ده حضرتك كنت هتسيبني معاه؟ لا هو ماسك الوصايا. ما تخافش. هتسيبني معاه لوحده؟ اقعد ما تخافش. ما تخافش. أيوه. كلمني بقى قول لي. أيوه. هنفتح الوصية. هنسقف عشان تتفتح ولا هنقول شعوذة؟ هو فين الراجل اللي جابنا هنا؟ مش عارفه يا بابا، يمكن هو ده. ها؟ ما اعرفش، احنا في اي حاجه هنا ممكن يبقى حضرتك حلواني بيه. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. لطيف جدا المحامي وكيل الاستاذ شوكت، وهو كلفني ان اتعامل مع حضرتك بخصوص تسليم الوصيه. ايوه بس تسليم الوصيه في السرك. كنا نروح البنك الاول نستلم الفلوس ونعدها وبعدين نيجي نتفسح في السرك. يا فندم احنا مش محتاجين لكل المغامرات دي. أيوة. الوصيه معايا هنا في الشنطه دي، بس لازم تتسلم هنا في السرك، مرتبطه بالمكان. اتفضلوا معايا وهتفهموا كل حاجه. اتفضل سعادتك. اتفضل 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 يا بوب. ركزوا معايا، دي ايه سيدي هيا، دي ايه سيدي هيا. أيوة. هنبدا حالا. شوف حضرتك انت هتشغلها يعني؟ طبعا. ودي هتعمل حاجات بقى؟ اكيد. لا اصليه اصليه. اتفضل حضرتك. دي هتشغلها لنا بقى ولا تطلع لنا منها حمام بقى؟ احنا في السيرك بقى. هتنبهر. هتطلع حمام؟ هتنبهر. ماشي. اتفضلي حضرتك. يا ايمونيا جميله. شوف حبيبي. لا يا حبيبي معلش. كلنا شفنا السيدي هيا. تمام تمام. السيدة هيا دي فيها وصية المرحوم عمك يا أستاذ حلواني. هنسمع الوصية اللي هتنقلك إلى عالم المجد والشهرة والمال. أنا متفائل. ركزوا معايا، نقول واحد اتنين تلاتة اشتغل يا سيدة هيا. يلا بقى يلا. أنا قصدت أمرمطك
عشان أفرجك على السيرك وعشان تعرف أنا تعبت قد إيه. السيرك ده قيمته ما تتقدرش بالمال ولا البنون. أما تتقدر إيه بالدوق الشارد؟ ما تتكتم، خلينا أكمل الكلمتين اللي مسجلهم. حاضر يا حاج. أنا كتبتلكوا السيرك ده للإدارة فقط، تشغلوه وتعيشوا من الأرباح. على فكرة بقى بابا، عمك ده راجل رخم. ده عيب، تقولش على عمك رخم. عمك ده تافه وجزمة ولا يساوي نكلة، بيقول كلام غريب قوي. ايه اللي نشغله؟ غريب ايه يا أستاذ حلواني؟ يا أستاذ حلواني ركز، السيرك بتاعكو ده مفيش زيه تلاتة أربعة في مصر. يا عم أدير مين؟ أدير أنا أدير فرقة موسيقية، أدير مسرحية، أدير فيلم، دي شغلتي مهنتي. اكسكيوز مي يا بابا، سيب لي الطلعة دي. بابا ده نجم، راجل فنان طبعا. وانا بنته فنانه واحنا طبعا. عيله فنانين، هنشغل السيرك ده ازاي؟ لا يا هانم، لحد كده مش شغلتي. انا شغلتي ابلغكم الوصيه وانتوا تنفذوها. وماله حلواني، ما تشغله. شغله هي فرنه، بعدين هنجيب اسد منين؟ والنبي عم حلواني شغل السيرك، وخلينا انا اقدم فقره الساحر. لا انا اعرف خدع كتير والله. لا طب تحب اقولك انت بتفكر في ايه دلوقتي؟ انا بفكر اطردك. ايوه صح، انا كنت اقول كده. ما تفكر يا حلواني، وانت خسران حاجه؟ جرب يا سيدي، وبعدين حاجه نشغل فيها العيال لحد يلاقي شغل اليومين دول. وبعدين بقى انا امسك الكانتين وعمل لكم فشار، وانا نظم الفقرات واقدمها لكم، وانا الساحر، وانا محاسن الحلو. حلوة مرطاط عم حلواني، ايه رأيك؟ دي عايزة شمال شوية. دي؟ آه شمال. اللي فوقها بقى يمين شوية؟ يمين شوية؟ تاني شمال شوية. شمال شوية. آه يمين شوية؟ يمين شوية. شمال شوية. شمال. آه يا دنيا فيها عم حلواني. ده كده حلوة أوي. سيبها كده؟ كده جميل أوي 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 أوي. حلو ده. إيه يابا كنت عايزني في إيه؟ آه شوف بقى، أنا قعدت أفكر كتير أوي وقررت لك الفقرة اللي انت هتعملها. لا انا قررت خلاص يابا. هتعمل ايه؟ انا هدرب الاسود. تدرب مين؟ الاسود. حيوانات مفترسة؟ اه يا ابني خطر، احنا فاضيين للحيوانات المفترسة. لا مفيش حاجة خطر عليا. ما عندنا اسدين تعبانين هنا ما بيوكلهمش، يا عيني نايمين ما صحيش من ساعة ما جينا. ده ما دول زي ما هم، انا هكلم فاتن الحلو والنوسة كوتا وهجيب خمس اسود بقى انما ايه من الغابة عشان نيجي نغبي على خلق الله هنا. طب الفقرة بقى اللي بتاع اللي هيمشي على الحبل، فقرة الحبل دي تكسر الدنيا. مين بقى يمشي على الحبل؟ أنا بقول للواد علوة. هو علوة بيعرف يمشي على الأرض أما يمشي على حبل؟ لا ما هو أساسا تعبان، الناس هيصعب عليهم هيفتكروه معوق. وفقرة السكاكين دي مهمة. اه دي بتاعتي أنا بقى. بس عايزينها تبقى حقيقية يابا عشان الناس تصدق. يا ابني دي أصلها صيني، يحط له التفاحة كده على راس، تفاحة بين الركبة، تفاحة عند الصرة. الشطارة بقى أجيب التلاتة مع بعض، الراس والركبة والصرة بس. ويموت بقى. معرفش. مية مية يابا. عندي ناس جاهزة الحكاية. خلاص يبقى احنا كده ايه، كل حاجة جاهزة في السيرك. الحمد لله. تمام. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا يابا. يلا بينا. منين انتوا؟ ما فيهم يفرح كلنا في الدنيا دي
مقلب على مقلب وتشقلب قد ما تتشقلب.